رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها منذ طفولتها، لم تستسلم للظروف القاسية ولم تتوقف عن تحقيق أحلامها. فمن هي نادية فكري؟ بدأت نادية رحلتها الصعبة عندما كانت طفلة بعمر 11 شهراً، إذ تعرضت لحادثة سقوط أدت إلى إصابتها بالشلل، لكن هذا لم يمنعها من المضي قدماً. ضربة مؤلمة أخرى تلقتها عندما فقدت والدها وهي في الثانوية، لكنها استطاعت التفوق في دراستها ودخلت كلية الآداب قسم التاريخ. ومع تقدمها في حياتها الأكاديمية، بدأت نادية تنجذب إلى عالم الرياضة، تحديداً رفع الأثقال، الذي شعرت بأنه يمثل تحدياً جديداً يختبر إرادتها. نادية لم تكن رياضية عادية، بل بإرادة لا تنكسر نجحت في الانضمام إلى المنتخب البارالمبي لرفع الأثقال، وحصدت ميداليات ذهبية وفضية في بطولات عالمية، حيث كانت بطولة العالم 1998 نقطة تحول في حياتها حين أحرزت الذهبية وأصبحت نجمة في رياضتها. ومع كل إنجاز حققته، كانت نادية تفكر في عائلتها التي دعمتها، وخاصة زوجها صلاح عطا البطل البارالمبي أيضاً، الذي شكل دعماً كبيراً لها، حتى إنه اختار التضحية بمشاركته في البطولات من أجل البقاء بجانب أبنائهما، لمنح نادية فرصة الاستمرار في تحقيق أحلامها الرياضية. تجسدت هذه الرحلة المدهشة حينما حققت ميدالية برونزية في بارالمبياد باريس 2024 بعد غياب طويل عن المنصات الدولية، وعندما احتفلت بفوزها بزغرودة مصرية أصيلة على منصة التتويج، كانت لحظة تعكس روح المرأة المصرية القوية التي تعرف كيف تصنع الفرح من الألم والنجاح من التحديات.